لا 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 ولا تقلق خالص يا مدينين، اكيد المدام مش متورطه في حاجه، هي بس حظها جه كده، يعني كلها تحقيقات وامور شكليه وهتخلص. اوكي يا سياده اللواء، سواء خلصت بعد ساعه بعد سنه مثل ما وعدت، تولين مسؤوليتك راح استلمها منك ايدي بيك. وانا عندي وعد. تعقيد أمن دولة يا ناشر. تشربي إيه؟ لا أنا نازلة على طول، ورايا مشوار مصابين الكنيسة، قلت أعد عليكي قبلها. طب جاية ليه لما أنت نازلة على طول؟ مش فاهماكي. وحشتيني، فيها حاجة؟ خريطة معاكي. إيه ده؟ أكيد هوصل لحاجة يا ليلى. أنا مش هسيب أي حد ليه علاقة بالموضوع إلا وهسجل له. يا رب أنا خايفة عليكي. كل سيدي من دول زي ما فاكراه يقربك من الحقيقة، هو في نفس الوقت يقربك من الخطر. عندك حل تاني؟ انت شايفة ان ده حل يعني؟ طب هيوصلك لحاجة؟ يمكن اه ويمكن لا يا ليلى، بس مش عاوزة اجي يوم واقف قدام رضا يقول لي عملتي ايه عشاني؟ يكون عندي حاجة ما عملتهاش. سوري يا ليلى، ما قلتلكيش ميرسي على المقال. ميرسي على المقال؟ هو رضا ده كان اخوك لوحدك ولا ايه؟ كان اعرفه قبل ما اعرفك يا بنت. ربنا يخليكي لينا يا رب. انت عارفة ان النهاردة عيد ميلاده؟ وعلشان كده قصدت انشره في المعدة، والسنة الجاية ان شاء الله هيبقى معانا ونحتفل بيه وما نكتبش عنه تاني يا ستي. ان شاء الله يا رب. مش هتشربيني حاجة؟ انت مجنونة يا بنتي؟ مش لسه سألاكي وقلتي لا؟ غيرت رأيي. لو سمعت صوت أي حد جاي على هنا تبقى طفي المدعوقة دي، ما تجيبليش الكلام. حاضر، ما تخافش. امسك شوية تلج وحتة قماشة، ظبط وشك عشان النيابة. نيابة؟ وأنت بتصدق؟ وإيه اللي مخليك متأكد كده إنهم مش عايزينك في النيابة؟ بيدوك الأمل عشان يرجعوا ياخدوه منك تاني تيأس وتنهار وتعترف باللي هم عايزينه. ده حكايتك إيه بالظبط؟ مش مهم تعرف. معلش يا اشرف يا ابني، تعبك معايا، ما انت وجمال اخوات. يا عم رجاء الكلام ده، انا وجمال اكتر من الاخوات كمان، في ايه؟ ما عنديش حد غيرك دلوقتي يا ابني، بعد ما اصحاب عمري فاتوني. يا ناس اوام صدقوا اللي بيتقال. ليه؟ ده جمال ده متربى على ايديهم، ما كانتش سنين اللي عشناها سوا، هو العيش وملح اللي كلناه. خي على الرجاله، خي. معلش يا حاج، ما تعرفش ظروف الناس ايه؟ عندك حق يا ابني، كل واحد دلوقتي بيقول حال الله نفسي. بس طمني، الجرايد كتبت عن الحادثه ومحدش جاب سيره جمال، لا حس ولا خبر. وبعدين الاستدعاء اللي جاني من النيابه ده كمان انا مش فاهم معناه ايه. هو لسه مفيش تصريحات طلعت لا من امن الدوله ولا النيابه، والاستدعاء اللي جه لحضرتك ده حاجه عاديه جدا. انا هلغي كل القواضي اللي عندي واجي احضر مع حضرتك ان شاء الله، ولو اني عارف بتوع امن الدوله دول ممكن يغلسوا ويخلوني ما احضرش مع حضرتك. لا يا ابني، ما تعطلش شغلك انت. بس انا حاسس، طمني، الجرايد اللي ما كتبتش دي خير ولا ايه؟ والله حاج دول بالكتير قوي لحد الليله دي. يعني الفضايح هتبدا من بكره. لا حول ولا قوه الا بالله، جيب العواقب سليمه يا رب. معلش يا حاج، اهدى. اكيد جمال ملوش دعوه بالقصه دي. على العموم انا قدمت طلب للدفاع عنه وجبت صوره من التحقيقات اللي تمت لغايه دلوقتي، وان شاء الله خير. خير يا ابني، ان شاء الله خير. و
وعلي ما اتصرفش ليه؟ هو مش صاحبه برضه؟ ده حتى ما جانيش ولا كلمني في التليفون. وعلي تلاقيه مسافر ولا حاجه، ولا ما يعرفش اصلا بالقصه. المهم طمني، سليم عامل ايه؟ كويس يا ابني الحمد لله. انا سايب اسماء عنده وهروح دلوقتي علشان اجيبهم على طول. شاهل النبي اصلا الله يخليك. لا حاج خليك، انا هروح اجيبه. طب يا ابني كتر خيرك. يا ابونا اللي راحوا دول مش بس ولاد الكنيسه، دول مصريين دمهم غالي علينا كلنا، ونيابتك لازم تساعدني. يا بناتي صدقيني انا مقدر كلامك جدا، لكن الامن اخذ كل سيديهات كاميرات المراقبه اللي سجلت الحادث، اللي بره واللي جوه. طب ما فيش تسجيلات غيرها؟ او ممكن حد من الموجودين صور بموبايله مثلا؟ يا ابونا لو قادرين نوصل للحقيقه وما ساعدناش بعض على كده، هيبقى دمهم في رقبه كل واحد فينا. شوفي يا بنتي انا مستشعر سب نيتك، والفلاشه دي يا بنتي عليها تسجيل صوره واحد من ولادنا من داخل القاعه لحظه الانفجار طبعا، ودي كل اللي عندي. والسيد المسيح بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب، ولو نيتك اظهار الحقيقه فعلا يبقى الرب هيساعدك، اما لو نيتك حاجه تانية تذكري دماء الشهداء. لإظهار الحقيقة يا أبونا، تأكد من كده. يبقى الرب هيباركك. اللي حصل ده حصل ليه يا علي؟ تفتكر ده سؤال أجاوبك عليه يا جمال؟ خلاص يا سيدي. اختار السؤال اللي يعجبك وجاوبني أنت عليه لوحدك. بطريقته هو، وأنت فاهم بيربيك. أبو العزم مش بيربيني. أبو العزم عايز يخلص مني خالص مش كده؟ مش للدرجة دي. أمال لأني درجة يا علي؟ لأني درجة؟ هترد بيسجلوا لنا؟ مأمن الوضع، ما تقلقش. خلاص رد عليا يا علي. طريقة تفكيرك وكلامك معاه هما اللي ادوله الفرصة إن ده يحصل. وده ما كانش المفروض يحصل. أنا اتبعت يا علي وأنت عارف كده كويس. أنت غيرت الخطة من ورانا يا جمال. أنا ما غيرتهاش. أنا لغيتها خالص وأنت اللي رجعتها تاني يا علي مش أنا. ما كانش ينفع تتلغي يا جمال، ما كانش ينفع. أنت ناسي إحنا بنشتغل إيه؟ يبقى خلاص. يبقى أنا هنا في المكان الغلط. أبو العزم بيحطني كبش في ده لحاجة تانية يا علي. تانية إيه وكبش في ده لمين؟ هو أنت جاي تسألني النهاردة ولا جاي عشان تديني إجابات؟ إهدى. إهدى وفهمني إيه اللي حصل ليلة القبض عليك. مش إهدى. أنا لازم أعرف أنا هنا ليه ولحد إمتى يا علي. رد عليا. أبو العزم بيحطني كبش في ده لمين؟ يا جمال أقسم لك بالله لو عندي إجابة واحدة عن أي سؤال ما كنتش حاسبك في الحيرة دي صدقني. يا أخي ده أنت عيني اللي بشوف بيها ما ترد عليا. الناس اللي بتحقق دي ناويين معايا على ايه؟ ايه اللي تحت ايديهم؟ صورتي ازاي متشافه بره؟ الناس بتقول ايه؟ ابويا ابني؟ ما ترد عليا يا اخي واحنا اصحاب على الفاضي ولا ايه؟ حاضر يا جمال، حاضر. بس اهدى واحكي لي. قبل ما احكي لك اي حاجه انا عايز اعرف تولين فين دلوقتي؟ تولين في الاسم. تتعرض على النيابه وبيتجدد لها. تولين لازم ترجع. وترجع لالها مش للمهدي يا علي، انت فاهم؟ حاضر. بس اهدى واحكي لي. Liman, çok korkuyorum ben. Gerçekten senin için çok endişeleniyorum. Bu adam deli. Bana yaklaşan herkesi mahvediyor. Keşke daha fazlasını yapsın. Yapma. Benim ailemi görmeme izin vermiyor biliyor musun? Ailemi görmemi istemiyor. Ben gerçekten boğuluyorum artık. Tulin, bu kabusu unutacaksın. Sen olmadan ben hiçbir şey unutamam ki. Bir ressamın eli nasıl böyle güçlü olabilir? Resim emek ister. Latte içer misin? Ben yaparım. Yo yo. Sen otur. Ben yaparım. Riman bu ne? Yukarı çıkın.
Sakın. Hayır. Hayır, çok korkuyorum lütfen. Seni alacaklar, benim için geldiler. Kurkuma. فاكرهم جايين لها طلعوا جايين عشان انا. انا كنت اقدر اخلص عليهم وانت عارف كده كويس، بس خفت عليها. حاجة غريبة فعلا. حاجة غريبة ايه؟ وانت جاي تستغرب؟ مين اللي عارف مكان البيت غيرك انت وهم يا علي؟ انت اكيد كنت متراقب. وجود البيت دي عندك سهل واوعك والقبض عليك. قصدك ان المهدي اللي ورا كل ده؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ طب انا هقول لك. ابو العزم بيبيعني عشان خاطر المهدي. أنا ولا المهدي يا علي؟ المهدي ده ولا حاجة، ده حتة سمسار قد كده وأنا أقدر أفرمه تحت الأرض وأنت عارف كده كويس. مين المهم بالنسبة لكم، أنا ولا هو؟ أنت طبعًا يا جمال. مش بالكلام يا علي. طبعًا مش بالكلام، وهتشوف أنا هعمل إيه. قبل ما تعمل أي حاجة تقولي لازم ترجع لأهلها وفهم صاحبك إنه مش أنا اللي يعملني كبشة فدا يأمن بيه نفسه، أنت فاهم؟ معناها إنك أنت مأمن نفسك يا جمال، علشان كده تقدر تنهيه. أنهي؟ بإيه بقى وإزاي؟ بأي حاجة نمسكها عليه. نمسك إيه؟ اللي زيه زيك في إيده حاجة يمسكها على أبو العزم تفتكر؟ اللي قول لي صحيح، هو أنا أبويا عامل إيه؟ كويس مش كده؟ سين، هل لاحظت أي سلوك أو تصرف غريب طرأ على المتهم في الفترة الأخيرة؟ غريب إزاي يعني؟ لا، ما أنت اللي هتقول لنا يا أستاذ رجاء. يعني كان بيقابل ناس استغربت علاقته بيهم، كانت بتجيله تليفونات غامضة مثلا. اللي بتتكلم عنه ده يبقى ابني. آه، لكن راجل يعني معقول هسأله أنت بتكلم مين ولا بتقابل مين؟ إزاي يعني؟ من كلامه معك في الفترة الأخيرة ما لاحظتش عليه أي تغيير في شخصيته؟ لا ما لاحظتش. جمال اترفد ليه من الشرطة؟ رفض؟ جمال ابني ما اترفدش من الشرطة، هو قدم استقالته لأنه ما حبش يشارك في حاجة فيها غلط. طب ليه حضرتك ما تقولش إنه شارك في حاجات غلط فاترفد؟ لا ما حصلش، ابني عمره ما يكذب عليا. وبعدين علي نفسه قال لي الكلام ده. علي زميله؟ أيوه. يعني حضرتك كنت شاكك في الكلام اللي جمال قاله لك فحبيت تتأكد من علي؟ علي وجمال زي الإخوات يا ابني. وبعدين علي قال لي الكلام ده لأنه هو كمان قدم استقالته مع جمال وفتحوا شركة السياحة سوا. أنا لا يمكن أشك في ابني أبدا. أستاذ رجالة، جمال اترفض بقرار من المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 12 أكتوبر 2007 وده بسبب استخدامه لعنف المفرط مع أحد المتهمين أثناء استجوابه. وللأسف مات على ايدين جمال. ايه يا ابني الكلام ده؟ ده لا يمكن ابدا، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يظهر يا استاذ رجائي انك كنت عايش مع حد ما تعرفوش. ما تعرفوش يعني ايه يا ابني؟ انتوا ليه مصرين ان انتوا تظلموه كل شويه؟ سلوكه العنيف ده سبق واستخدمه معك؟ معي انا؟ هيضرب ابوه يعني؟ ابوه ما اظنش، بس ممكن مراته. بص بقى يا بطل، انا عايز الاكل ده كله يتاكل. حاضر يا جد. حبيب جد انت. هي مامي جت، مامي جت، تاكلي معايا بقى يا مامي؟ ميرسي يا حبيبي، اكلت بره. ليه يا بنتي؟ ما تيجي ناكل لقمه كلنا سوا. خلاص، هي الحياه متعتها بقت في اللقمه السوا دي. اه لا، واضح ان انت اكلت بره فعلا. وبعدين ايه اللي انت حاطه للولد ده؟ بتاكله ترشي؟ بيحب امنعه عنه؟ اه طبعا يتمنع منه. انا قلت 100 مره ابني انا بس المسؤول عن اكله مش حد تاني. لما تفضي انت باكليه. انما ازاي سيده المجتمع قاعده ليل نهار في النادي، هتجيب وقت لابنها وبيتها منين؟ بيت؟ هو انت بتسمي ده بيت؟ ده الواحد بيبقى قرفان وهو داخل الشارع من اوله. روح يا حبيبي شوف البيوت اللي بجد، شوف الفيلل والشقق، ناس عايشه بحق وحقيقي مش مدفونين بالحياه. بص يا فريال، أنا كان ممكن أعيش في أنضف بيت في مصر، بس لما يكون معايا واحدة تستاهل تعيش فيه. يا ولاد عيب، مش كده؟ لا كده. ما تروح لحبيبي تجيب اللي تستاهل تعيش معاك أنت وأبوك. أبوك؟ بعصلت أبوه كمان؟ مش أنت اللي مخليه عايش معاك هنا في القرف ده؟ الله يسامحك يا بنتي.
يلا يا سليم يا ابني، يلا نخش جوه، يلا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنا أبويا ما يدلوش كده وما ينفعش تكلميه كده أصلاً. سيب شعري. الكلام يتسمع. لو قلع الجزمة وإداليك بيها توطي على رجله وتبوسها له. والآخر مرة بقولها لك. صوتك معلش في البيت ده. أقسم بالله لو حصل تاني هتشوفي مني معاملة ما شفتهاش في حياتك. هحبسك انفرادي وأحط لك أكلك زي الكلاب بره في طبق. لما أنت راجل قوي كده وبتضربني. ما تخلي عندك دم وتطلقني. لما أنا هطلقك فعلاً. بس بعد ما تعلم الادب عشان ياخدك بعدها يعرف ان انا ربيت صح. دي المره الوحيده اللي صوتهم عيلي فيها. انا كنت في اوضتي وسمعتهم. لا حضرتك تقصد دي المره اللي انت حضرتها. اكيد كان في غيرها كتير. استغفر الله العظيم. جمال ابني ما هواش بلطجي ولا هو من النوع اللي بيمد ايده على الستات عمال على بطال. هي اللي ما كانتش راضيه بعيشتها. مش عشان اتاخد ظلم المرة دي هتلزقوا فيه كل العبر. حرام يا ابني حرام. صباح الخير. المحضر ودي شهادات بتقول ان اسمه مش موجود في اي مستشفى. بس ده التواريخ من اسبوعين فاتوا. ما انا حضرتهم على حسب الميعاد اللي كان المفروض اقابل حضرتك فيه. بس للاسف بقى حضرتك كنت مشغول. انا طبعا بتاسف لك جدا بس يعني كان عندي ظروف اضطرتني ان احنا ناجل الميعاد. خير ان شاء الله. قولي لي انت سالتي في مشروع؟ سالت وقالوا لي انه ما جالهمش حد بالمواصفات دي ولا بالاسم ده. بس في نفس الوقت رفضوا يدوني شهاده اتاكد على الكلام ده. انت عارفه المشكله بس ان هي تكون حادثه سرقه عاديه. اتاخدت فيها محفظته وأوراقه وتعرض فيها للضرب وده ادى لتشويه في ملامها. استاذ اشرف انا اخويا عايش والموضوع له علاقه بامن الدوله. انا بفكر معاكي في كل الاحتمالات. انت ما تعرفش رضا اخويا بالنسبه لي ايه؟ ده كل حاجه ليا في الدنيا دي ما اقدرش اتصور حياتي من غيره. عشان كده من فضلك انا عاوزاك تعتبر القضيه دي اهم قضيه عندك وانا تحت امرك في اي اتعاب. اتعاب ايه بس؟ انت من ساعه ما جيتي لي هنا خلاص القضيه دي بقت بتاعتي. اتفضلي اتاكدي من الكلام ده. أنا سمعت الكلام ده قبل كده كتير. ومن النهارده مش هتسمعيه تاني. وبعدين يا ستي اعتبريني مكان رضا أخوك لحد ما نلاقيه إن شاء الله. مع إني طبعًا متأكد إن مفيش حد ينفع ياخد مكانه عندك. إن شاء الله هنلاقيه. إنه في يوم أكتب التاريخ الساعة 1 ظهرًا تم استكمال التحقيق مع السيدة تولين أوغلو وبحضور الأستاذ شريف حبشي المحامي الموكل عنها. سين، ايه طبيعة العلاقة اللي ربطت ما بينك وبين جمال الجبال المتهم الأول؟ Hayır 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 hayır. Söyle onlara. Beni savunmanız için ben bir avukat talep etmedim. Çünkü ben Rimo'nun suçsuz olduğunu biliyorum ve ben kendimi savunabilirim. مش عايز المحامي. مدام تولين، أنا هنا لمصلحتك مش لأي سبب تاني. Bakın, ben kendi yararımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben avukat istemiyorum. Kendimi savunabilirim. Çok teşekkür ederim size. تعرف مصلحتها جدا وتعرف تدافع عن نفسها شكرا لك. زين بيه انا مضطر استاذن دلوقتي بس سيادتك تسمح لي اطلع على التحقيق بعد سيادتك ما تخلصه. طبعا بعد اذنك. هيا مدام تولين، ايه طبيعه علاقتك بالمتهم جمال الجبال؟ Bakın bunu daha önce size söyledim. Rimo'nun hayatı tehlikedeydi ve ben o hayatını Ben ona yardım etmek istedim ve evet onun kaçmasına yardımcı oldum. Zimbi, müsteşfa mabarra اتصل وبيقولوا ان احنا نقدر نستجوب بالشروط. اوكي، جهز لنا عربية. جاي يا فندم. هيا مدام تولين انا سامعك اتفضلي كملي. الشاي يا اختي. هتفضلي قلبه بوزك كده؟ كل ده عشان اتجوزت؟ انا برضو يزعلني جوازك؟ ده انا امك يا هبل، يعني اكتر واحده تفرح لك، اكتر من روحك كمان، بس تعرف من بره
اعرف من بره افريال والناس تاكل وشي. ما ملعون ابو الناس، هما كانوا عملوا لنا ايه الناس يعني؟ وبعدين هم وراهم حاجه غير التلسين على بعض. وانا قلت لك هغيب عنك شهر ودعت لي. ودعت لك والخير اهو حصل وهينوبك منه زي ما انت عايزه ولحد ما تقول يا بس. اما نشوف. دي جوازه اللي ربنا كرمني بيها بعد جوازتي السودا من الارهابي الممسوك. ارهابي؟ يا نهار اسود، جمال ارهابي؟ امال انت فاكره ايه؟ خلينا فيكي دلوقتي. ايه؟ هتاخديني عايش معاكي؟ لا طب اذا كان مش عارفه اخد ابني يعيش معايا. ابنك؟ ده انا نسيت يا اختي ان ليكي ابن. الا قولي لي بالحق، انت هتسيبيه مرمي كده عند حماكي ولا ايه؟ وانا المفروض اعمل ايه يعني؟ ما هو اللي مش عايزني اشوفه. بس هيجي اليوم هاخده وهتشوفي. انا لسه ما شفتش حاجه. يوم ما خلصنا بقى قلت لك هشيلك من الزباله والحته المعفنه اللي انت عايشه فيها دي، هجيب لك شقه في زايد. زايد؟ مش معنى زايد يعني؟ اه عشان عمك وولاده مش كده؟ ما انا فهماكي. اه كده عشان يعرفوا ان الدنيا دوارة وعشان نزل لهم زي ما زلنا. خايفة عليكي من روحك يا فريال. ما تخافيش، انا عارفة كويس قوي انا بعمل ايه. يا متر ايه اللي حصل؟ انا ما فهمتش منك حاجة في التليفون خالص. وبعدين انت ليه ما حضرتش مع التحقيق؟ مدام تولين هي اللي طلبت كده ورئيس النيابه وافقها اللي هي عايزاه. وبعدين والله دي رغبتها ما اعرفش. انا قعدت المده دي كلها عشان انسخ محضر التحقيق لكن مكنه التصوير عطلانه. عموما انا بكره هبعت حد من المكتب عندي يجيبه. اوكي يا متر بعد اذنك. اتفضل. الو بونجور مهدي بيه. بونجور. طيب تابع وشوف الامور لوين راح توصل. اوعى تخليها تغيب عن عينك. اسمع، في لي صاحب الامن المصري طلبت منه انه يساعدك، بس الحقيقه انا ما بوثق الا فيك. ماشي. بونسوار. البضاعة ما تخرجش من مينا، عطل تصريحهم. ساعتك دي خسارة علينا احنا، دي بضاعتنا. عارف انها بضاعتنا، اعمل اللي بقولك عليه. تحت امر معالي. اديك شايف بخسر روحي بنفسي، بضاعتي مش عايز اخرجها من مينا عشان يبقى يعجب سخليف وعواجيز الحزب اللي لممهم حواليه، يقول لك قانون احتكار وما احتكرش جاتهم نيله. يفهموا ايه دول في الاقتصاد ولا في القانون؟ ساعتك مكبر الموضوع قوي ومديله اكبر من حجمه. ما خبيش عليك، عاجبني قوي برودك يا بدير، نفسي اعرف سره ايه. سره اني استاذنت سعادتك في يومين ادور لها على مخرج وقانوني، وقد كان يا باشا. شطاره وهبه خليف انه بيسحر لكل اللي حواليه، بيقنعهم ان افكاره ومشاريعه القانونيه للصالح العام وبدون اي دفع شخصي. وبعدين احنا هنفك السحر ده، اسم جديد يغرق السوق يسحب البساط من الكل ومننا احنا شخصيا ومن ورا الناس كلها بتاعنا. قديمة ولا واحد وافق يعمل كده لانهم كلهم خايفين منه. عيب يا كبير، اللي عندي مش خايف ومستعد يدفع كمان عشان يعمل كده. ومين بقى ان شاء الله البطل ده؟ الله اكبر، ودي كمان محطة فضائية. والشيخ بقى ناس ده ايه ما بيهمتش، ده رابع محطة يفتحها. الراجل ده بقى يفتح محطات فضائية أسرع ما بيفتح علبة التونة. بيتاجر مع الله يا مولانا، كلها محطات دعاء ومشايخ، ربنا يزيده. يزيده يا حمار أنت، فاهم حاجة؟ ده غسيل أموال، شغل، شغل على مية وسخة، امسك. يا شيخ بس أوامر خليها كلمت لحد مظبوط تاخد بالها. إيه ده؟ إيه العدة دي؟ دي عدة هتكلم فيها ولا أحلف برحمتك؟ هو الموجود ده يا شيخ. والمأمور بتاعك ده بقى مش ناوي يحن علينا ويفرض لنا على موبايلاتنا؟ ده ساحب مني ايجار اربع عدد وجهازين كمبيوتر، هو في ايه؟ هو الحكومة بيروح يا شيخ نوح. على رأيك، لحد في الحكومة ما بيروحش لأصحابه. خد يا ابني.
قول لهم في الزيارة الجاية يبقوا يجيبوا عدة تليفون حلوة كده عشان عمك السلم جاه. تؤمر يا مولانا. الأمر لله يا ابني. واحنا مالناش بركة إلا أنت يا شيخنا. متر ما تعملش معاهم الشويتين دول الله يرضى عليك. يا عم احنا اللي عايزين مش هو اللي عايزنا. ده انا ما صدقت ان المحامي بتاعه بعت لي مرسال وان الراجل موافق. يا عم زي ما يكون. ايوه زي ما يكون. الاسم ابقى شاركته وخلاص. وزي ما بيقولوا في الامثال من شارك السعيد ايه؟ ايوه من شارك السعيد يسعد. تمام يا بت. ايوه ايوه الله يفتح عليك. ايوه بص هقول لك على هذا. انتوا خلصوا الهجوم مع بعض وبعد كده ترجعوا لي على الامضاء. الموضوع ده مهم يا بت. ايوه لازم يتم. ماشي ماشي ان شاء الله. الف سلامه يا بت. الف سلامه. الأخبار كلها جديدة، أسماء المقبوضة عليهم لسه متسربة طازة. قولي. اكتبي عندك. جمال الجبالي، قاهري، 35 سنة، مش معروف انتمائه لأي تنظيم بإيه. التاني اسمه سيد هلال. بطاقته على اسكندرية بس عايش في القاهرة، في منطقة اسمها صفت. 37 سنة وسلفي. بس كده؟ مفيش معلومات أكتر؟ عناوين، صور، أي حاجة؟ لسه بظبط، أول ما هتجيلي حاجة أكيد هتحرك على طول. ما تقلقيش يا أستاذة. لازم أقلق. الموضوع ده بتاعي وانت اللي هتظبطه لي. اكيد اكيد. انت امبارح اتعزمت على القهوه بسبب الحلقه مش كده؟ اربع ساعات قهوه امن الدوله طبعا بيغلوا القهوه براحتهم وطعمها في الاخر ما اقولكيش هو زباله. طب معلش يا وليد هعزمك على غيرها. تمام. صعب قوي يا متر اللي انت بتقوله ده. دي قضيه امن دوله. ده كفايه انك عديت من الباب تحت ووصلت لحد مكتبي وقعد هنا وانا مقدر ده. هتبقى خلاص لما يطرحها النيابه قبله براحتك. حاتم باشا انا جاي لسعادتك ومتاكد ان انت لو مش عايزني اقابله انا مش هقابله. بس يعني الباشا اللي بعتني لسعادتك بالكارت ده اكد عليا ان سعادتك ابو الواجب وهتساعدني. بص يا عم اشرف الباشا كان مدير امن من اساتذتي وانا ماليش طار مع اللي اسمه جمال ده. ده شغله وانت فاهم محضر ولازم يتقفل ويتحول للنيابه. تمام. ما هو اللي مش تمام بقى انه مش عايز يساعدنا نقفله وهيخلي النيابه تزن على دماغنا وملفه ما كملش لغايه دلوقتي عندي والاسم انه داخليه سابق. يعني انا بحقق مع واحد لا فاهم له ولا عارف له غير التهمه اللي جاي فيها. يا باشا امال انا جاي ليه؟ ما انا جاي اوعيه وافهمه خطوره سكوته وانه لازم يتكلم. باشا جمال متورط في القضيه دي انا متاكد. متورط مش متورط لازم يتكلم. فهمه ده كويس. انا لغايه دلوقتي مش مصدقه. يعني ايه؟ في حاجه اسمها فجر كنيسه؟ طب ازاي يعني؟ يا حبيبتي ما احنا طول عمرنا بنسمع عن اللي فجر واللي ولع وياما بلاوي اكتر من كده. ايوه يا دادا بس مش جمال. انت نفسك شفتيه هنا اكتر من مره وعارفاه كويس. جمال البني ادم اللي لا يمكن ياذي حد ولا حتى يجرحه لو حتى بكلمه. ده اول حد بيجي على بالك لما تبقي خايفه ومش مطمنه وتبقي واثقه ومتاكده انه هيريحك ويشيل عنك ويحل لك كل حاجه. يبقى ازاي يتهموه كلام فارغ زي ده؟ منى يا حبيبتي استهدي بالله مش عايزه اسمع منك الكلام اللي قلتيه ده تاني. ليه وانا قلت ايه؟ انت ست متجوزه وعلي جوزك لو سامك بتحكي عن جمال ده تاني مش هيرضى طبعا. بلا قرف. انا مقدره ان انتوا اصحاب من زمان بس برضو الاصول حلوه يا منى. بقول لك ايه يا دادا ما تقفلينيش منك انت كمان. وليه رامي نام؟ ايوه يا حبيبتي البيبي ستر بتاعته حضرت له الرضعه اكلها يا حبه عيني وراح لسبع نومه وانا اطمنت عليه بنفسي. مساء الخير. مساء
مساء النور يا علي بيه. يا سلام، لو كنت جيت بدري شويه كنت شفت رامي ولعبت معاه كمان. بكره نلعب معاه كتير. اخليهم يحضروا لحضرتك العشاء؟ لا لا، انا نازل تاني. عن اذنكم. اشرف وانكر رجائي بيحاولوا يكلموك من الصبح. ايه؟ ما كلمتش حد فيهم ليه؟ هكلمهم. هتكلمهم؟ انت بتستهبل يا علي؟ انت ما سمعتش اللي حصل لجمال ولا ايه؟ ايه؟ هو جمال ده مش صاحبك؟ انا ليه حاسه ان كل الناس بتحاول تساعده باي حاجه الا انت؟ واقف تتفرج. انا اصلا هتجنن من ساعه اللي حصل ومش ساكت. تقدر تقولي عملت له ايه؟ عملت اللي عملته. دي حاجات ما تفهمهاش. ما افهمهاش؟ اسف. ما كنتش اقصد. بلا تقصد بلا زفت. ما هي مش جديده عليك. ولا فعل ولا كلام. بلا قرف. أنا آسف للي حصل، ربنا جعلها آخر الأحزان. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا زين نصار رئيس النيابة المكلف بالتحقيق في قضية تفجير الكنيسة. أهلا وسهلا يا ابني. تفضل تفضل. أنا الحقيقة قبل ما أجي رحت المستشفى سألت عليك وحبيت أجي أعزيكوا بنفسي. المسابقة لي. أنا عرفت باللي حصل له. ربنا يصبره. وبعد ما عرفت ده هيفرق في حاجة؟ لا أكيد مش هيفرق. بس كلامك معايا وشهادتك باللي شفته هتوصلنا للحقيقة واللي أكيد هتغير كتير. الحقيقة أنا أقول لك إيه الحقيقة؟ الحقيقة إحنا درجة تانية. أي كلام على هامش. وفي التلفزيون الإخوة العباط. والشيخ بيبوس البابا. لكن في الشارع بنتضرب بالنار، احنا بني ادمين احنا ولا حاجه تانية. ده يكفي ان يبقى يوم عيدك وتقلب لميتها، ودي مش اول مره ولا تاني ولا عاشر، دي كتير قوي يا باشا. وانت من حكومه وعارف ياما حققت في قواضي زي دي. حصل ايه بعد ما حققت؟ عرفت الحقيقه؟ ايه يعني؟ انت غيرت حاجه؟ اديك جايب دلوقتي برجليك وبتدور على غيرها، وهتقعد تدور على غيرها لغايه ما تطلع على المعاش، واحنا يكفرونا. باشا احنا من الاخر بنضحك على بعض والنتيجه في الاخر خراب على الكل. قوم يا جمال، جاي لك زيارة. جمال حبيبي، اخبارك ايه؟ ازيك يا اشرف؟ وضعت الحمد لله. طمني، ابويا وسليم عاملين ايه؟ زي الفل. انا خرجت سليم من المستشفى وبقى تمام. طب الحمد لله. الحمد لله. خد انا جبت لك دي. ماشي. لوني صحيح، هو انت عارف توصل هنا ازاي؟ جرى يا عم انت، وانا مش محامي ولا ايه؟ لا محامي. بدل ما انا محامي يبقى فاهمني بقى في ايه؟ يا اشرف، تفتكر في العشر دقايق اللي سمحوا لك بيهم عشان تشوفني هعرف احكي لك موضوع زي ده؟ جمال انت لازم تديني اي مفتاح. انا قريت التحقيق بتاع اللي اسمها تولين دي. مين تولين؟ وليه بتقول عليه كريمون؟ وايه موضوع الشغل بتاعك مع جوزك؟ يا اشرف يا اشرف صدقني، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي لازمه. الموضوع كبير وصعب يتحكي، وحتى لو حكيته مش هيتفهم. يا جمال لازم افهم، انا المحامي بتاعك. انا مش محتاج محامي. ما تزعلش مني، بس الموضوع كبير. الموضوع اكبر منك ومن اي حد. مفيش حاجه اسمها كده. انا لازم اقف جنبك واساعدك غصب عنك. يمكن يمكن احتاجك ويمكن ما يحصلش خالص. يعني ايه؟ يعني زي ما كل ده حصل في ثانيه ممكن كله يهدى تاني واكنه ما حصلش. انا مش فاهم حاجه. وانا ما كدبتش عليك في حاجه. صعب يا اشرف، صعب. جمال خلي بالك من نفسك. ما تيجي يا خواجه تشرفينا هنا. ايه ده، هي مش مالينا عينيها ولا ايه؟
في ايه؟ ما تيجي يا بياضه. طب والنبي لو اوريك يا حبيبتي عشان انت مش راضيه تيجي. تعالي يا ماما. Welcome to Lean. We are really sorry about these animals. It's their only way of welcoming their guests. I am Al Almiri, Gamal's a friend. I mean, Rimon. He is okay, and he wants to be sure that you are doing well. I know about your relationship with Gamal. He told me everything, and I know you are facing a lot, especially with your husband, Al Mahdi. What do you want me to do? Tulin, Gamal is in a major trouble. And he won't be able to get out of it without our support. He refused to talk. He doesn't want you to get involved. In fact, you were in his apartment that night. How can I help? We need to know who trapped him in this. You have to tell me in details what happened there before he returned to Egypt. Do you understand me? Yes, yes, I understand. Tulin, Gamal is a brother to me. We share secrets. He promised you to get you back to your country. And I will help you. You have my word. But you have to help me as well. It's so simple. Just keep your mouth shut in front of the investigator. Trust me. One word, and you're dead.